في لندن، كتب غازي القصيبي قصيدته الشهيرة لورا التي تغنى بها الفنان محمد عبده. هي بنت اسمها يارا مش لورا، فلذلك كثير من الناس فكروا بأنها هي مكتوبة في بنته يارا. يارا نحن قربناها أكثر إلى لورا عشان تبعد عن يارا شوي. هي كانت ما كانت أغنية حقيقة، ولكن كانت سجال ما بين خالد الفيصل سمو الأمير خالد الفيصل وبين غازي القصيبي في جلسة من الجلسات، فكان واحد منهم يقول بيت وهو الثاني يكمل البيت وإلى ذلك. بعد كذا صارت 6 بيات نقحت، وقال محمد يغنيها، فأنا جلست أتخيل لها لحن أيضا ما يكون يعني يليق للمناسبة نفسها يعني. ترك القصيبي للناس تحليل القصيدة ونسج القصص عن لورا التي لم يفصح عن هويتها. تلك لورا فداء لوراني، ذاك حبي إذا الجمال رأى ذاب من فرط حسنها الفتاني. لورا تلك لورا فداء لورا الغواني، فداء لورا الغواني، فداء لورا الغواني، فداء لورا الغواني.